إذن عن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، سلام الله عليكم. هناك تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في العراق في عام 2021. هذا التقرير طبعا شمل رصدا للقتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة، وأيضا هناك حالات إخفاء قسري و انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، مقارنة طبعا هذا كله مقارنة بالعام الماضي. كيف تقيمين وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة دكتورة؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. الحكومة العراقية لا زالت مستمرة بنهجها في ارتكاب مختلف الانتهاكات ضد أبناء الشعب العراقي، ومنها كما ظهر في التقرير الإخفاء القسري لا زال مستمر، التعذيب وانتزاع الاعترافات التي تؤدي إلى وفاة الكثير من المعتقلين لا زالت مستمرة، حالات يعني الانتهاكات التي يعيشها السجناء والمعتقلون في السجون لا زالت مستمرة، لا يوجد أي يعني تغير إيجابي يعني لنقول في هذا الموضوع، بل أن لحد الآن إلى حد هذا الشهر أعداد الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي في السجون أو في أو نتيجة التعذيب أو غيرها من مختلف الانتهاكات يعني قد وصل إلى حوالي 200 شخص، وهذا في الحقيقة يعني رقم كبير للغاية، خاصة ونحن الآن في شهر أبريل يعني 4 أشهر على بداية هذا العام. إذا الحكومة العراقية لا زالت مستمرة ولا يوجد أي تغيير أو تحسن في حالة حقوق الإنسان. دكتورة فاطمة، بحسب لجنة حقوق الإنسان الأممية تقول إن العراق يضم أكبر عدد من حالات الإخفاء القسري عالميا، هذه الجريمة لماذا تتزايد وتيرتها في العراق بهذا الشكل الذي أوصل البلد لمراتب متقدمة عالميا؟ ما سبب في ذلك؟ يعني هذا أسلوب تتبعه الحكومات العراقية منذ الاحتلال الأمريكي للعراق لأجل إرهاب الشعب العراقي وإخضاعه ويعني السيطرة على إرادة الشعب العراقي. يعني جريمة الإخفاء هي في الحقيقة جريمة مؤلمة ومركبة ومعقدة للغاية، وتترتب عليها يعني الكثير من الآثار سواء الاجتماعية أو المادية أو الاقتصادية وغيرها من الآثار، وتسبب معاناة وألم كبير لأهالي المعتقلين والمعتقلين طبعا في نفس الوقت، خاصة وأنهم يعني لا يستطيعون يعني أن يدافعوا عن أنفسهم، لا يستطيعون إيصال معاناتهم، أهاليهم يعيشون في حالة يعني ألم نفسي كبير بسبب عدم عثورهم على أي معلومات، أين هم أبنائهم، كيف هي حالتهم. ولذلك فهذا يعني يعتبر أفضل أسلوب من أجل إضعاف الشعب العراقي وإخضاعه وإخضاع إرادته للحكومات المتعاقبة. بحسب التقارير الحقوقية الدولية والمحلية تقول هذه التقارير أن الميليشيات تقف وراء أغلب الانتهاكات، على الرغم من أنها تتبع لقانون أو تتبع لقانون الحكومة. إذا ما تحدثنا عن المسؤولية القانونية، ألا تتحمل الحكومة تبعات أفعال الميليشيات وفق القانون الذي وضعتها هي الحكومة؟ نعم، بالتأكيد الحكومة العراقية هي المسؤول الأول والأخير عن أفعال الميليشيات، خاصة وأن هيئة الحشد الشعبي تتبع مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة، وهو بصفته الحالية هو رئيس مجلس الوزراء. ولذلك فأي عمل أو أي فعل تقوم به هذه الميليشيات من أي نوع كان سواء لصالح أو ضد الشعب العراقي فالحكومة العراقية تتحمل المسؤولية، بالإضافة إلى المسؤولية المباشرة التي يتحملها من يقومون بارتكاب هذه الجرائم. لا تستطيع الحكومة العراقية أن تقول أو أن تتملص من هذه المسؤوليات، خاصة وأن المعروف أن هذه الميليشيات أصبحت الآن يعني
متغولة، ويعني حتى الحكومة يعني تخضع لإرادة هذه الميليشيات وتنفذ طلباتهم عندما يعني يصرون على تنفيذ على المطالبة بأمر معين. وهذا واضح، حتى الحكومة لا تستطيع أن تقبض على أحد عناصر هذه الميليشيات لمدة على الأقل يوم واحد. ويعني أصبح شائعا أن الحكومة تقبض على أحد عناصر الميليشيات ثم تطلق سراحه في اليوم التالي، بل تضيفه في أحسن الأماكن المدعية أنها تقوم بالتحقيق وغيرها، وهي كله مجرد يعني مجرد دعايات إعلامية من أجل تخفيف من حدة غضب الشارع العراقي. دكتورة، قتل خارج القانون، إخفاء قسري، انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، هذه الأمور رصدها تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، ولكن هل سيؤثر توثيق هذه الجرائم من قبل الخارجية الأمريكية على علاقة واشنطن بالحكومة في بغداد؟ في الحقيقة لا يوجد أمل في أن تؤثر هذه التقارير على علاقة الحكومة الأمريكية بالحكومات العراقية، خاصة وأن هناك يعني اتفاقيات أمنية واتفاقيات سياسية، وهناك مصالح تنفذها هذه الحكومة الخاضعة أصلا للإرادة الأمريكية وتنفذ أهداف الإدارات الأمريكية. الحكومة الأمريكية مستفيدة من هذه الحكومات، لأنها تبقي الشعب العراقي في حالة ضعف مستمر وفي حالة تخبط و يعني انعدام للأمل، مما يؤدي إلى إنفاذ مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. ولو كانت هناك في الحقيقة يعني خطوات تريد أن تتخذها الحكومة الأمريكية لكانت اتخذتها منذ أمد بعيد، خاصة وأن هذه الانتهاكات يعني لم تتوقف وفي تزايد وفي تصاعد مستمر. إذا أين كانت الحكومة العراقية، الحكومة عفوا الأمريكية، لكي نتوقع منها في المدى المنظور أو حتى البعيد أن تقوم بأي إجراءات ضد الحكومة العراقية؟ الحكومة الأمريكية تحاول فقط بين الفين والآخرة أن تقوم بفرض بعض العقوبات على بعض الأشخاص، وهذا في الحقيقة ليست له أي تأثير على أو يعني أمل في أن يتحسن الوضع الحقوقي في العراق. في هذا لذلك المفصل فإن دكتورة، في هذا المفصل تحديدا، انتهاكات تحدث في العراق كشفته أو أصدرت بيان فيه وزارة الخارجية الأمريكية، ولكن السؤال هنا، هل يمكن التعويل على هذا التقرير من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في وقف الانتهاكات داخل السجون الحكومية والميليشياوية دكتورة؟ التعويل الأول والأخير هو على الشعب العراقي وليست على الإدارة الأمريكية أو حتى الحكومات العراقية. الشعب العراقي فقط بيده الحل الوحيد، وهو التغيير الجذري في العراق من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وإيجاد حلول جذرية لما يحصل في العراق. أما أن ننتظر يعني معجزة من الخارج، فهذا في الحقيقة يعني أعتقد مجرد إضاعة للوقت ولا يعول عليه نهائيا. عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.